المؤتمر بيهمني التواصل مع الباحثين. نحن كقسم هندسة طبية موجودين عندنا باحثين، لكن نحن في تواصل طبعا عبر النت، لكن التواصل الرؤية لما تشوفي تتقابلي مع باحث مع عالم فممكن تعطي أداء أكبر، ممكن نناقش بعض الأمور صعب تتناقشيها أنت عبر التواصل وسائل التواصل الاجتماعي. فالتواصل هذا بيخلق بيعطينا أبحاث متميزة، تطوير الأبحاث اللي عنا. مؤتمر هام جداً بدورته الثانية، بيلقي الضوء على اختصاص الهندسة الطبية الحيوية وتأثيرها ودورها الهام جداً والمحوري جداً في تطوير الرعاية الصحية. طبعاً في تطورات كثيرة عم يشهدها هالمجال، وبالنسخة الحالية المؤتمر مليء بالمشاركات الهامة، فيه محاور كثير جميلة بتهم كل المهتمين بهذا الموضوع. مشاركين في المؤتمر الطبي مثل كثير مؤتمرات عم يشارك فيها لدعم البحث العلمي ودعم كافة الأبحاث اللي تتعلق في مجال الطبي. نحن منتجين الأكسجين في سوريا، بتوزع على المشافي وعلى كثير النقاط الطبية، فحبينا نحن في هذا المؤتمر نشارك في المعرض، وإضافة إلى أن عندنا محاضرة في المؤتمر من ضمن سياق المؤتمر الفرق بين أنواع الأكسجين المنتجة في سوريا والمستهلكة في المشافي. نحن معنيين بصناعة واستيراد التجهيزات الطبية، الأحزمة الطبية والمقومات والأطراف الصناعية، أجهزة الإيكو، أجهزة الصدمة، كل شيء بخص المستشفيات. عم نحاول نكون يعني عم نواكب التطور اللي عم يصير بالعالم. مشاركتنا هاي المرة الثانية بالمؤتمر الثاني، الدورة الثانية للمؤتمر الهندسة الطبية الحيوية، طبعا كانت دعوة من الإدارة لرئاسة الجامعة بحيث أن نشارك ونقدم آخر شيء ما توصلت له تكنولوجيا الأجهزة الطبية من لايف سبورت، أجهزة الإيكو الألترا ساوند وسي تي جي مراقبة دقات قلب الجنين. طبعا نحن قمنا خلال سنوات الحرب تجهيز العديد من المشافي جميع المحافظات السورية، وكنا موجودين على أرض الواقع. نحن مجال اختصاصنا بالتجهيزات المخبرية والعلمية والتعليمية، هي المشاركة اللي قلنا بهالمؤتمر العلمي الهام جدا، وفعلا مشاركة رح أقول مشجعة كتير. هالعدد الكبير من الاختصاصيين والطلاب اللي جايين يشاركوا، ونحن مشاركين بأجهزة من شركات أوروبية عريقة بهالمجال.